تمازيغ وساك من يغمس الخير في اللوم ومرحبا زيوان. وقمز قورا قرضان تمور ثماس عبد العزيز بوتفليقة يباركي وقرضان بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري في العيد نتمور ثيس ويوكذاس باللي لا يوجد بشيرني ذي المخلطات جرسنة نتمورا سيرزاه وبشرني المشاورات ذي المسايل الجنة ساكذ المسايل البر انت فريق ذا باش يمثل قرضان تمور ثماس عبد العزيز بوتفليقة الوزير لومول نرداخل نور الدين بدوي ذي وملاقاني مهجرا يتخصان لوفاق الجناس يقرين ذي مدينة مراكش قمورث من مروكا وحضرني مثلا 150 مورا إلا ذي وربعث دوكلان تمورا الجناس الوزير هاي نسبيا لجهود نتزاير ومانكه طاقه السيقور لمسال تني ذا يتذف نرمورث بلا الكوارض وهنطلا ذي سن محال ماك قارن لقوان الجناس غالية ولان ريمورانسن. إن الجزائر وإن عرفت سابقا كبلد مصدر وعبور للهجرة أضحت في السنوات الأخيرة بلدا مستقبلا لأعداد متزايدة من المهاجرين ووفقا لشيم المجتمع الجزائري وتقاليده تسامحت بلادنا لسنوات طوال مع ظاهرة الهجرة وتحملت وحدها عبء تواجد المئات بل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على إقليمها والآن تجد نفسها أمام تحديات تسيير هذه التدفقات الاستثنائية والمتواصلة لما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار وذلك بفضل النظرة المتبصرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي بنيت على أسس السلم والتسامح التي كرسها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. إن هذا التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين مما دفع بلادنا لأخذ وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها وفي هذا الإطار من فكت الجزائر وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية. ذي الأمور من البرلمان الصغير من الشعب من تمور ثاسي قرايي جملاقا في الخدمة من البرلمان نورني القيم في الحقوق نيبو ندمن والشياس الحضور نقرضا نسغي ميا معاذ بوشارب كذا الوزير نغير النشرع طيب لوحة ذشر الوزارة ذي المشيور ذي الرئاسة محمد علي بوغازي وذي تعادة قرضا نسغي من الشعب من تمور في الناد باللي تزاير هتشاث في الحقوق نيبو ندمن كذا دوكلاذ المعاونة الجاري جزائريا سي جي تيس طيب لوحي الناد زفريمي تعدل الدستور يضمن الحقوق نيبو ندمن وتزاير تفضي الرئيس في المسألة وذي ملاقايا هنا ينكر من قرضال نتمورث ماس عبد العزيز بوتفليقة في الجهودي سيقريهن في الجال الحقوق نيبو ندمن. الجزائر رأساس مكثي تعاذ ويس 58 نمسباني ثين 11 ديسمبر من الجزائريين نسبين أني فرنسا بلي الجزائريين هنا ذي يجي الصف وطفن ذي الثورة والمسال تنسن هو وضر الجناس في الجال الاستقلال يقار محمد خضراوي السياسي المقبرة نعين تيموشن تسمكيني مجهدا وساند نوث فيه كوة مرثنة مدينة بالذات لأن كانت مدينة معروفة بالكولون عشا اللي كان ضاندن باش يرفدوه الشعب هذا بالورود عشا دي يقول لا يفهم القضية هذه أبدا ما سمت عودنه وما شافت عينه من هذا الشعب سيريد الحرية والاستقلال أخلال ملاقين تمسلايث دشهود إحضرن قسم كثيو من يوكد الوزيري مجهدن الطيب زيتوني فنبثو دل قيمتي سر الشعب من تمورث النغا وأتشرف هنا في هذا المقام باستحضار مقطع خالد وقسم كثيو وقم كانوا أولي غرد مسليكث ذووال فنو بثو النغ الملحمي ويناتا قرضال نتمورث النغ إمجاهد مس عبد العزيز بوتفليقة مالي النغ باللي إمس باينينو سن عنتي دي كلت النظن الفايت وكافح السلاح ذو ملايام ذو معوان نشعب شيو هيجين أي صيغ الدرسي لعذو أرومي ويبان دوذ محقاني لعذو جار نتمورا الجناس
ويولي ووال نتمرث نتزاير كلت النظام رثم ضبرين تيدوك ليوين نتمراغ لجناس ومن قيو تغيه النوب نتمريك وجميل هو شولت نثورة زفر ميكو الوزير فوفسارو الكتوب ومزرو يذو قابل وخلال تذويلين يعني أسمك وذي واسمك ثي 56 سيمك صفغن الجرنان الشعب الوزير نوغير نسعلم جمال كعوان يعني خبر باللي تزاير هلا بد بشهد من الحق ذي وسعلم أكذا واضح الخبر وشي يلا ذي الدستور ويوصف اللاس قرضان تمورث مس عبد العزيز بوتفليقة الوزير يمسلي في القيم نوغير نسعلم باش حرزن في مورث محل ما كيقار محل ما كيقرا الجرنان الشعب وذي اتعاذ سقمضن يجي الفيلم وثائقي يمسلي في متى يقرا الجرنان الشعب ونتان الجرنان زوار يتفق سي أعرب إن الدولة حريصة كل الحرص على ترقية حرية الصحافة ودعم وسائل الإعلام في أداء مهامها. الدولة تحرص بالشغاس مغر الحرية غير نغمة سنغ الحرية الصحافة دو دعم التويلات ومصواض بالشغا خذ من محل من خلاق من يوكد قرضا لنتمورث النغمة عبد العزيز بوتفليقة هبراتيس قاسي نغمة سن أقلان نسمكتي الزيس ولا شعطة من يوكد باللي أتزاير وكد فوص مغر ومصواض أقلان يكور كمتا إلاني مراغ لجناس وشيو أسو خلال التعديلات لقوانا يذفن رد دستور نتمورثنا محل أمور نغ الحق يذايو قواض الأخبارات دصح دو سيذف اللي خدمتو سواد داغفوس ان القانون أقلان يتبداغ أكذو نغمس ودي واسمك ثين 11 ديسمبر المنظبر يدفن الجيث العسكر والثلاثة اللي هو مصطفى اسماعيلي يتوغ في يخفى التعاذ نسمى غير ان العسكر ذي بالشار سلاسم الشهيد العوفي عبد الله وحضرني مولان الشهيد وكرمنتن اللواء يدفن الجيث العسكر والثلاثة يتوغ ذي التعاذ نظن نسمى المركز نجوز العسكر ذي بالشار سلاسم الشهيد حرابي بو جمعة وحضرن اي مولان الشهيد وكرمنتن زفري ميقمض أسقاس ما كرخان لقمر توصلنا الجزائري نسعلم الكومسات تمزوار الوزيرة البريد ذي التكنولوجيا نسعلمه دائما فرعون هدشن البلان نويمون وتول المحطة الخضارية الوزيرة هزرائي جوسار نسخدم التويلات نسعلم سلكي ذي بوشاوي ومن كجرين الكومسات تمزوار وهنين السفغن الطبع تبراثين يتخصان لقمر الصناعي الكومسات أمزوار وقفنا صبيحة هذا اليوم على مختلف المحطات التي مر بها استغلال هذا القمر الصناعي حيث أنه ثلاث أو أربع أشهر الأولى كان فيه تجارب من ناحية بث نبدا في صباح وسوف نبث مخالف يكو القمر الاصطناعي ماني ثلاثان غربعة نير امزورة تغذيس اجرب غير نوم صواب نو غير لا تلفزيون كذا الراديو وقوزين نسقاس نيور نجوان جويي تغيه ذبتو نسخدم من التويلاثو وتوغ الخدمات ذي صغير ذي قدودا باش نوكذ باللي ولاش حتى ذعو يقضي سن وقيور نوفمبر تغابت دو وسيورين الخدمات التلفزيون كذا الراديو واسخدم نو سيوض وسوشراني مكان نو دوان وغير وداي ذي سن تويلاثو وهيني ترجى باش يليا مصواف ذي مكان نو سلمذ اكذ ايكوبانيين النظن سي الكومسات واحد والتويلو ويستهون في مدن امصواف قخلال نغيرا وانتاذ الخدم 100% نتمورث في مجال الصحة وفي مجال التربية نتيجة لعمل 100% جزائري ذي وسوي السن وملاقاية خوصانة سبي إن الأقوان يقورنش في الحساب ما كيقار الدستور مثل نسي وصغيمية دستورية كذا صغيمين الدولة ذي مثل نسي شرع قرضال هنا ينمسلين في الشياء وذي وملاقاية سنعذن الخدمة تخوصان شيا ذي مورا الجناس ومانك تغيهن أخدمن
ذي المعاونة الجاري موراي عربين الوزير نغير نخامن عبد الوحيد طمار يحضر ساو وملقى نغير نخامن نت موراي عربين ويس خمسة يقرين تذي همدين تلمانامة قمورثن البحرين وزفري ساقرن وملقى أيضا ويس 35 نسغي من الوزارة ني موراي عربين نغير نخامن والوزير الشغال البيليك ذو سيوض عبد الغالي زعلان اي تشا يحضر الشغال نملقى ويستسعى ان الوزاره نسيوض نتمران الغرب البحر ملال خمسه زايد خمسه واتعاذ يلي ذي همدين تنواكشوت قمورث موريتانيا من يمسلين فمن كارنين المعاونه ذي غير نسيوض. المضبر يتفن المركز التفريق ثنو بحث في الأمور الإرهاب لاري لارتيك بي فلو وكذا المضبر نو كافح الإرهاب المضبر المعاونة شنغاي سينيان يجلو فاق لخدمت نو كافح الإرهاب ذو مبدل الأخبارات هكذا لخدمت نو بحث في مانك أرزن إرباع الإرهاب. المقرن واربع صندوق لا نخدم ني جزائريا قرين ذي سي جملقة حضرنت الفيدراليات نتمورث ني غير ني مخالفا ني لان ذي الولايات نتمورث النغ وذي تعاذ هنين مسلين فواسن 11 ديسمبر يقيم ذي البال للجيال ورنين مسلين في الخدم تاكذ الجهود واربع صندوق لا نخدم ني جزائريا في خفيس عبد المجيد سيدي سعيد الخدم تنسن باش تشاثن في الحقوق ني خدما ذين وكشوت ذين لخدمت نوكاس غربايا كذي خامن يرشان ذي الولايه نميله صيغن المفتاح ني خامن ولا الحساب نكثر 700 خامن سي الصناف ام خالف نقار مراد سواسي. عشية ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر بميلا كانت موعدا فارقا لازيد من 700 عائلة تسلمت مقررات ومفاتيح سكناتها الجديدة على اختلاف صيغها وعبر الولاية التي حققت رقما قياسيا في توزيع السكنات هذا العام وذلك من خلال البرنامج الضخم للسيد فخامة رئيس الجمهورية ونحن اليوم عام مساوي ولاية ميلا نقوم بالطبعة السادسة لتقسيم عدة سكنات في مجال في مختلف صياغها فالعدد الإجمالي للسكنات 769 سكن في مختلف الصياغ ومجموع السكنات التي قسمت على مستوى ولاية ميلا بالنسبة لسنة 2018 7669 سكن في جميع الصيغ السكنية باب وسمحت انا فعوقا اتقني يقمض يا ورقطا يقمض دي اوضعي ذراري بعدن يشتن 550 متر السيل البحر الحمدانيه ذي الولايه المديث هتوسن سيرو قالك ذي ذرار والجهه ذي سلخير عيطا محل غلاث انت فلاح ذي التاوي الغلاث ازعيما يهقار صالحه محمدي وباش بدن رغزيس نغيرا يتيلين جي دولار ام ضبر ثني ريال من الولايه اللمديه تين هتعوان جي في اللحن يتيلين جو غير نو اي وعرن انا مش واجدين في منطقه قلزي بلديه الحمدانيه الذي استفادت من مشروع التنميه اقل نغا جو غير نجنزي جي البلديان الحمدانيه الا نهس فايد سجهيل نو يموني دولار جو سجس 2010 الخدمات يمجن جم كانوا البني والماي ترفاد 100 متر مكعب اكذي الماون النظام ترفادن 40 متر مكعب اكذ 20 اقتراس جيشولان تزوث أكد شجرنا الغلث محل زمور في الحساب 12 ذوزين الاقتراس الزيتون هذا غير سنغي كما عندوش عامين وثلاثة راه تشوف يعني بدون ما نسقيوه وراه جاب غلة ما شاء الله الزوث نشجر نلغلث سلسنا فنسن يمخلف بدن رغز ديسني معشورة بشيرنا فلاح دوار زامني بريذني وعلن ذهيلن رنين دقويمو نو غيرنو أرض هذه تاعنا غارسين فيها أشجار مثمرة وكان حوالي قطار ونص برتقال كاين شويه كارز هوليك باكم عندنا من تحت كاين وكاين حاجه واحده اخرى زدناها لمسنا هي قضيه التكوين يلا نضغون يظن ان خسف اللسن مسلاي نتان ذكون محل وني يخسر باي زيزوا الى قايلي يروكون باش نضمن باللي يزمر اي لخدمته نهنين ذهي لنا لدي ولان سلفايات جي غير ني ذرار باش درنين جو غير نذامسة نتمرنيث جو يمون وغير نتفلاح ومعشورة قيمن جي ذرار
الوزارة العسكرة خبر باللي ذي وكافح الإرهاب والزفر يعني يستخدم الاخبارات محل ما كيلزم الحال إذا ناض العسكر ذي تبسط فن ثلاثة تعاون الإرهاب وذي وحارب الجريم ثاكذ العسث النيغبيرن العسكر ذي جانا تامن راس ثاكذ برج باجي مختار أطفن 36 تحوس النورغ وفن 7 طنوبيلات كات كات ثاكذ اللوحث نصاهد تفويث بزياد في شوكر نرخلطث وزرو بزياد في الخام النورغ أكذ التاويلات يتفن زيس النورغ ويجدرميا وفن كثر 5 كيلوغرام سيلكيف غير ثلاثة تزنوزان مخدرات وشيا ذي الطرف وذي عين تيموش انتجا درميا رزين يشتور بعث قارن الجرائم والنهنين ذي ستة سيوضن يبون من ريم ورا بلا الكوارض ويعساس الشذوذ تفن 17 عولا نقض عن البحر سيف لاك وشيا ذي وهران المدرسة قرضالت يقري صغارا سياسا بن عكنون قرين يجو ملاقا مسلين ذيس في الحقوق الشعب نصحر ثغربيث بشي خير اي تشيس ومسلين فمانك هبذا المسالة نصحر ثغربيث اكذ لاريوي اللجنة سو كذن باللي بشهفر المسلطة إلى قجورن في الحساب القوانين اللجنة المتحف سيدي بالعباس يويد 5000 ورقاثين السرسن ديسن متى يقرا الاستعمار الفرنسا كذ المجاهدين يتفنطن وبالخصوص إذا نوم سنغا نغ المعركة ميطر ذي عين سبع هقر صالحة محمدي نهنين تتصويرين نمجهذن أكذ الشهداء أكذ التويلات التغن سخذا من عطايو بشيل شهذن في متى يظلان قث ورث غير نيم خلف قسيدي بالعباس النياسة خلال نزمة ماث تورنين الأرشيف نوساري تتمثل في 5000 وثيقة تتعلق في معظمها ب لن 5000 نزمة مثل كل سن عن النارياي توران سي القبال نغالن لامان نفرنسا أكذ إم ضبرث نفرنسا سلخصوص متى يخصاني مسالين يضران قد ثورث وسيجار نتمسالين يضران يتوجر دن أم شباض ما يطرق البلديان ود سبعة يلا ذم شباض يضرا قخام الناصري الشيخ قسقسن 1957 من يتوان غنذي السبعة سي الجنود العضو أرومي الزفر إهشيوه الرد فرنساسي الخدمثيس إشمثن ماني هدمنا خام وسيجن وشولت الناصري إلا أوروش اسمك ثانيد متى يضران ما الله يرحمها تهدم علينا الخيمة هذيك الخويمة تهدمها فوقنا ونقعدوا تحتها لابدين هذيك انت حلفة والحلفة تبان غيك الحلفة كيف هكي الحلفة وما الله يرحمها قطعت منها ودارت على راسها باش الطيارة ما تعرفهاش مرة أيوة من بعد قعدنا من دار لدار من دار لدار من دار لدار وهم هاربين واحد يقبلنا واحد يطردنا واحد منا جاء ذا الحاج بوعمام الله يرحمه قال لها يا مرأة يا مرأة سمعي منه ويزقك مهاكذا وكيف منا نموت أنا وياك قال لها حرقوني أنا وياك يحرقوا باغين يحرقوكم يحرقوني أنا وياكم هم كانوا يقولوا كي تقضبوهم حرقوهم ما تجيبوهمش رغم الغبينة اللي غبناها واللي راكم سمعتوها ولكن كل شيء أصبح يعني تاريخ تاريخ ينعتز به ونفتخ نتان ضغير سقم شباضا نيضران يلان يربح ذي سنت الشعب في الخدمات إشمثن العضو أرومي وهم أني لين مير الخبارات نوساك من القمذي لنغالي من الأقفاذ الخبارات إيدي تسعد